الأرزاق بتصور البسيط جدا ممكن نقسمها تقسيمين رئيسيين. في أرزاق تأتيك من الله أصالة وما إلها علاقة لا بكسبك ولا بطلبك ولا بدفع الثمن سلفا، هي من الله هيك عطاءات من الله لحكمة يريدها. مثلا أنت ولدت في هذه الدنيا وقد رزقك الله أبوين ما إله دخل لا باختيارك ولا إذا، فإذا أبوك كان حنون وأمك كانت رائعة وعيلتك كانت كبيرة أو مرتاحين ماديا أو كلها أرزاقك، كلها أرزاقك. وقيس عليها، أنت انولدت في بلد قوانين رهيبة مسهلت لك العمل أو انولدت في مكان آخر، كلها أرزاق من الله. هاي واحدة، هذا جزء من الأرزاق لازم ننتبه له مشان نكون شاكرين حامدين. هسا في جزء ثاني بنبني على هذاك بتكمل معاه وبترقى أكثر، رزق يأتيك إن دفعت ثمنه لابد من دفع الثمن. مثلا على سبيل المثال محبة الناس هذه رزقة تأتيك بالقانون، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. مثلا على سبيل المثال بدك الناس تحب تعاونك بدك تكون أنت متعاون، بدك الناس تفتح لك قلوبها بدك تكون مصدر ثقة، بدك تحافظ على أسرار. دفع الثمن سلفا مصداقية أمانة خلق غض بصر مساعدة إيثار مسامحة، هاي كلها تدفع سلفا فيصبح لك القبول في الأرض. فبالتالي هذا طبعا بختصرها بشكل شديد جدا، هذاك نوع وهذا نوع، الاثنان مع بعضهما بتكون كامل موضوع الأرزاق، مع الانتباه على أن الرزق ليس المال فقط، الصحة رزق، الأهل رزق، التوفيق للعبادة رزق، التوفيق لمحبة الناس رزق. بها جميعا نقدر نطلع على مجمل مفهوم قوانين الرزق باختصار شديد، والله أعلم.